اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين 050516 3525. اليوم وصلتنا السياره اللي ورايا دي الوحش ماكينه 6.6 400 وحصان ست سرعات اوتوماتيك الورك تراك الاتش دي 2500. يلا بينا نقرب منها ونشوفها من الداخل. اهلا بكم. الورك تراك الاتش دي 2500 من شيفروليه سيلفرادو، ماكينة جبارة 6.6 400 وحصان ست سرعات اوتوماتيك قوة جر وتحميل جبارة طبعا، زي ما احنا شايفين ارتفاعها عن الارض وطول الشاسيه دي ممكن توصل قوة جر حتى 8 طن تقريبا. هي زد 71 يعني كمان السسبنشن او جنبينات او نظام التعليق للبر، تقدر تجر شيت ايل في الرمل براحتك، المرايات العريضة طبعا عشان لو هتجر كرفان او طراد من العريضين. شاسيه ما شاء الله طويل جدا، تشوف الشكل من الخلف، اكزوست واحد، كاميرتين خلفيتين، طول الشاسيه، صندوق طبعا، هنا كهرباء. سيارة طويلة جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. انا ما بقدرش اطلعها بصراحة عشان السيارة عالية عليا جدا، بس خلينا نحاول ندخلها من الداخل ونشوف ايه اللي فيها. اوتوماتيك، كراسي من الجلد ايزوفيكس لبيبي سيت، كراسي اطفال اتنين، السيت طبعا او قاعدة السيت زي ما احنا شايفين ممكن تترفع تدينا مساحة اكبر. الارضية كمان هنا من الرابر، المكيف الخلفي، نطلع ونشوف. ده شكل السيارة من الداخل. الشاشة، مثبت السرعة، الايرباكس، الاي بي اس، البلوتوث، الابل كار بلاي، الاندرويد اوتو. سيت طويل يعني 3 ركاب قدام و3 ركاب ورا. نشوف نظام الفور ويل، فور ويل كامل طبعا، فور هاي فور لو وتو هاي، نظام للجر، هاند بريك اوتوماتيك. ده شكلها من الداخل. طبعا نقدر ننزل السدة تدينا سيت مفصول. يلا في انتظار اتصالاتكم. 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين. ارتفاع السياره اتش دي 2500 600 و6 لتر 6.6 400 وحصان واحد فقط. اهلا بكم.